ألف ألف مبروك لأشقائنا المغاربة لحق لهم إنجاز تاريخي في قطر، ترشح الدور ربع النهائي تصفية كأس العالم. المنتخب المغربي ترشح على نظير الإسباني بالركلات الترجيحية، ونحن كتونسيين نبتهج بهذا النصر وبهذا الترشح، وهو أول منتخب عربي يترشح إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم. الحياة FM خرجت للشارع ورصدت لنا آراء المستمعين والمشاهدين. إنجاز تاريخي وإن شاء الله مبروك علينا الناس كل المغرب وتونس، ونحن شعب واحد، وربي إن شاء الله الانتصار في الدور القادم إن شاء الله. إن شاء الله شعوري هو شعور العرب بكل، إن شاء الله بالفرحة علينا الكل وبالسعادة إن شاء الله، وبتمنياتنا في الأدوار الجاية إن شاء الله ديما رابحين. والله شيء فرح زي مفخر للعرب، نحسنوا كورتنا وعنا الإمكانيات، وديما نرجع ونقوله اللي يحب يوصل المغرب خدمة على روحها، جوارات جمهور نشجعوهم. شكر كبير المغرب وأهالي المغرب. بطبيعة الحال هذه فرحة ساعة، والحاجة فرحة للعرب أول حاجة، والثاني حاجة للمغاربة، وفيكتوار بالحق معناها لأول مرة، هذه تاريخي تسمى لأول مرة معناها بلاد إفريقية وعربية توصل لانكار دو فينال، وتسمى إنجاز كبير برشا بالحق. وإخويا برجولية برافو للمغرب، وشرفونا وكانوا رجال وأكثر من رجال بالحق، خاطر بالحق تعداو ديزيكيب معناها كبار في العالمية، معناها ماهوش الباركور اللي عملته الإكسبلوا اللي عملته المغرب بالحق، معناها جميع شكون كان يتصور المغرب مش ترشح دولة ثاني، هاي تو المغرب في لانكار دو فينال، وهذا راه فخر العرب مش فخر للمغرب برك. ونحن كتوانسة خويا نعتزوا بالمغرب ونعتزوا بالفيكتوار اللي عملته، هذا الإكسبلوا اللي عملته، وإن شاء الله القدام ورحنا معاها رانا قلبا وقالبا، وإن شاء الله